بسم الله الدواء الناس على بركة الله. عندي واحد المضيء يلا الناس مضيء واعي فيها كشكشات راه فيها كشكشات حتى هي قيمه. انا نضرب شويه على الاثمنه شوف هاد الناس انا كنشد 100 درهم 100
الاخرين ديال الناس عندهم الاعاقه دي اسمينه عندهم اسمينه راه ما تبقاش انا مثلا نديكم 100 درهم تنوضوا نتوما تشدوا مثلا 100 درهم وتسالوا لي عندي والو هكا دابا باش نفهموا راه الموقع حسب على حسب الجوده ديالك واخا الجوده ما بقاوش الناس دابا كيعطوا اهميه بزاف ما كاين ما كتقيمي خدمتك في البلاصه اللي خدامه راه كاين اجي مثلا في بلاصه مثلا واعره ما قال لي فاسمو وفيها عين جاتو عليك وخدمة عادية ودولا 150 تقولي لها كي علاش اصلا هي مولفة بحال هاد المساوية هادو كيتشدو ب 200 درهم 250 يعني الا كيكون انا مثلا الثمن كنقول لكم باينة وباينة راه دابا انا نشدو انا مثلا عندي انا في داري 100 درهم نهبط شوية جي الداري لتحت شدو 50 درهم نقول لها راه غالية ها باش تعرفوا وانتوما كتعلموا اللي خدمتها واعرة تبارك الله ربي عارف الدرجة يا سلام لا يعلى عليها الا قالت 120 ساهل 120 ولكن عندها فينيش عندها فينيش ولكن حتى باقا كتزكلو باقا تسمو الا قالت 50 درهم 50 درهم كتحط راسها في الشفا ما عرفتش شحال كتحط ولا كتحط يلا بنات نبداو كنشد ها 3 متر انا ندم على 3 متر كاين عندي في الكوب غنمشي في 3 متر يلا ربيع ها 3 متر هنا غنجي للعرض متر ونص غنثني على جوج موديل كيداير من الامام ومن الخلف مسدود يعني غادي نخدم على البلاصه مسدوده يلا غنخليها لكم كمعلومه وصافي منين كتكون مثلا الكليانه دقيقه ما فيها بس ما كنخليش شي شويه ديالكم مثلا شايف هنايا على قبل باش واش الا بنيتي شي بانطا ولا شي لعيبه ولا يلا غنثني توبي على اربعه غنثني متر ونص على اربعه ومبزن اللي في الدور مولات البيج اصفر يا اصفراني عندي موديل مسدود مسدود هنا بلاصه في عندها هنا وهنا مسدود ولا من المسدود مسدود دايره شي زيت صفروتي انت دايره خضر طلعي طلعي قبور المعدن ارتفاع الامام ديالها
فين الزوينه الميترو؟ غادي نقطع صافي
كنديروا لي. يلا قطعوا لي عليا امام وخلف خراب. يلا ساليتو كتشدي القدام كتحفف فيه غير بشويه والظهر كتحاولي
تدخلي فيه شويه بالمقص وتكفي فيه تكفيته تكون كبيره على البكتيريا وكيتقاد داك المشكل. كل حاجه مخيطه عندها حل ديال الله. البانيك ماشي كيفاش كتكتسبي، كتكتسبي مع الخدمه، مع الخدمه ملي كتكتسبي هادشي مزيان. عطاني الامام عطاني الخلف. مع المر دابا كنطلع واحد نص من هنا واحد نص من هنا، هي هذه هي هشام. ولكن لا، ولكن دابا دابا الصبحيه هذه الاولانيه هي الاولى تقطعات مع الامام صافي غير زعما فتشو. اي دابا درنا درنا نفس الشيء ملي كنجي للظهر كنقطع ديريكت هذيك واحد نص اللي كان تما لا لا حتى قطع ديريكت صافي. هذه حاولوا ديروا هذه ما في قطيعات الفاجي زوينه صافي. هذه ديما ديروها في قطيعات ما عندكمش خا اضافه هكذا. ولكن غير كنقص هكا لا 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 زوينه زوينه صافي. البنات اش غندير دابا؟ غادي نقاد توبي فانطوني نقاد توبي غنقاد اليوتيوب ديالكم غنحلي الثوب غنربي على جوج على على جوج غرفة. الأولى شنا كنديرو؟ حنا كنديرو الطول و كنقلبو دابا لا تراقصي معايا اللي كتعملو 400 ريال انا نحاول نرسم صوره
عليه باش يبان لكم شويه. انا صحيت صافي البنات قرطاج عادي ما كايناش اللي باغي ظهر راسه داك الاخر كبير باش يبان لكم. شكون ما فهمتش الطويه هاد الدرس هذا ما كايناش شي طويه اخرى من غير هذه ثاني صافي. هاد الطويه هذه سهله بزاف بزاف كاع كيما الصغار ديال الخشيبات. صراحة كتجي مزيانة 45 كتجي مزيانة
عبروا لي من هنا لهنا في صوابعي وديروا لي عليها بحال هكا. واضح؟ غادي معاكم عرفتي كيفاش؟ غادي بحال هكا الوليد الصغير اللي يلاه كيتعلموا يهضروا ويحبوا. راه ما يمكنش شي وحده في الاخر تقول لي ما كيعرفش مازال باقي ما كملتش باقي مزيان واضح واضح شكون ما فهمتش شكون ما فهمتش من هنا لهنا حطيت العبالي عندي في ظهري حطيتو مزيان من هنا لهنا زدت العبالي انا باغا 18 كتجي مزيانه 18 16 10 اصلا نتوما راه في ميتونس ولكن الخيار كنشوف ديال البرد غليظ بحال مثلا الشوش عندي نتوما اللي جبتوش غليظ هذاك راه ما تجيش فيه ديال الشتاء 14 زوينه 14 13 تجي فيه مخيره من هنا لهنا كان على 45 بطبيعة الحال 45 إذا كان تبغي شحال غندير 40 شوفوا شوية العقل ديالكم إذا كان تبغي غندير 40 يعني هو دابا أش غندير غادي تجي وغادي تختاري فين بغيتي الكليات صافي غتختاري أش فين بغيتي الكليات أنا أمي وغادي تجي غادي كيشوفوا بالركبه هما عندهم كيشوفوا ها كيشوفوا بالركبه غادي نشوف انايا فوق الركبه تقريبا شحال تقريبا اه نشوف تقريبا المهم فوق الركبه تقريبا شحال نديرو نديرو 30 نديرو 30 يلاه نديرو 30 غادي نجي من هنا من هنا لهنا غادي نعبر 30 سنتيم من الفوق اه من الفوق من هذه النقطه لهنا كنعبر 30 سنتيم البنات هادو نتوما كتحكموا فيهم بقيتيهم هابطين عند الركبه بقيتيهم عند الخر كاين اللي كيديرهم لتحت كاع كاين اللي كيديرهم في التحت كتحكمنا بانهم واحد الموديل هاهما ما كيديروش في التحت قولي هذا الموديل بالضبط نعم ملي درنا 28 و 18 والتحت 45 ما جاتناش هكا حيتاش الفوق 46 والتحت الفوق راه كثر شويه حتى جاتنا الصايه شويه هكا شويه كيفاش جاتني 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 المهم 45 شوف يا راه 45 راه ماشي عبر ديكزاكت فهمتي غير واحد الحاجه ما يكونش عاوتاني هذا داخل على هذا حيت هذا داخل بجوج سنتيم داخل بها غيضرب يرجع لبلاصتو غيضرب ويرجع لبلاصتو ديرو 16 ما يمكنش ديرو 16 انا ما نبدلش تبقى لي يحكم لي على الموديل صافي يلا هذه النقطه هذه صوروا لي شوفوا هنايا هاد النقطة هادي غادي نسطرها هكذا وغنسطرها هكذا بالمسطرة بالمسطرة هكا عاوتاني على حساب لا 18 شي هي على حساب الثوب 10 لا ديرو 14 ديرو 14 ولكن 14 كتعبريها ليا من الفوق حتى للتحت درتي 14 عبر 14 ما تكونش هنا 14 ولا 15 لا 14 كتنزل ليا هكا من بلا غطا لتحت داكشي اللي دخلتي بيه خرجي بيه دخلتي ب 14 خرجي ب 14 دخلتي ب 10 خرجي ب 10 وعاودي خرجي حتى لتحت حتى لتحت واضحون واضحون موضوع سهل جدا جدا ملي كتشوفي لا انا داخل الصيام انا داخل الصيام راه توجد شوفوا فيها
ما ماشي مشكل. لا علاش صحاب ولا واش غير حدانا علاش فاش خدامه صافي. لا 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 في الصياد عندو ما تشوفو. يلا شوفو دابا كيفاش غادي يقطع. نعم مزموزي مزيان برافو ليك. كيفاش غادي يقطع هاكا كلشي يهز المقص كلشي ترى التراساج يستفيدو التراساج دارو التراساج كلشي ترى التراساج وكلشي يهز المقص اللي ما جاوش المقص نجيبها عندينا انا سد بادي شي سيني داك اسمو كلاد لا شامهاروش دومني جي دوروك فاسكنا يدون هذا اللي عندي مع انا كلشي على راسي بس خليت اخرج من يلا صافي كلشي مزيان زوكسكو اليوم شكون اللي جاب القاص سلمى سلمى عاد شكون اللي دير الشفاط اولا راه شي اخر عشان الشفاط اش بك الشفاط نحاول نقي يلا نحاول نقي لا باش يبان لينا طيب هنا غادي تحليه ياك غيبقى عند البلاصه هادي وغتهضي ليا معاه نتاعك تاعي هاد البلاصه وغتهضي معاه هاد البلاصه صافي تهضي معاه هاد البلاصه وتهضي معاه هاد البلاصه وهنا لا ماشي بابا بكرا اخرين 14 غادي يجي 14 حتى داك هي ديالو غادي 14 بشويه من هنا جيها من هنا طق 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 ودخلي فيها وخرجيها من هنا عندكم هذا تدخلوا فيه ودخلوش ليها وخرجيها هذا عندك قطعيه وقطعي ولي بجديها عندك تقطعوا هذا هذا الجبن هذا هذا طرف واحد هو انا غادي يجي هذا غتقطعيه كله غتقطعيه كله كمل اخي هذا شوف واحد هذا حيدوه من هادي خليه لا والله في الماكينه ليا نخليه لاصق لا كيفاش علاش تخليه لاصق هاد الثنيه نعم الا كيتي لاصق هذا راه حنا بغينا نقطعوه من هنا هذا راه بغيت تقطع من هنا بالحيد عرفتي علاش باش تجينا خياطاتنا فهمتي الا مشيتي حتى قالت عرفتي انا الفكره اللي قالت لي بحال في الغوص الا قطع عليه غير هكذا اش غيولي ليا غيتجمع هذا هنا ما غاتجينيش نقطعها هنا وغايجيني تجيبو هنا ياك كاينه صح صافي ملي كتكون عندي القطعه هنايا كنخدم اليس كنخدم مرتاحه فاش كنحكم كنحكم صباطو في البرا كنعرف كيفاش ندور المقلات مع بعضياتهم وكتجي بيان فين ولكن الا مشيت اش عرفتي الفكره اللي قالت لكم سلمى قالت لك انا لا نقطع عندي بحال الشكل ديال الفوال الغوف نحل انا البليزه ونخليها هذا لاصق تما ونقول هاد البيان نجرو منها ولكن عايجه موديل ما عايجاش ماشي ما عايجش موديل ولكن ماشي نفس الموديل اللي باغا ندير لكم انايا الموديل اللي باغا ندير لك انا فيه القطعه هنايا فيه قطيعات واعره كيبانو فاسين يلا واحد الحاجه ها البنات عندكم يتخلص لكم هنا ها عندكم يتخلص لكم هنا معنا علموا ليا باش ندير الفا ولا الخا ولا المهم لكم هذا كل واحد يرجع لبلاصتو هنا راه عندكم ربعه ديال الطراف راه كيجي شحال جوج لا اربعه ديال الطراف اربعه ديال الطراف راه يخرجوا لك هنا واحد ديال هنا واحد ديال هنا واحد ديال هنا واحد ديال هنا هادي اللي قول لي معكم انا اصلا صهرنا يا بطوله يلا قطعوا ورونا يخرج لك مزيان ايوا دابا نتوما راه تبارك الله شحال من شهور نتوما عندي هنايا راه غيبان ليكم اي بيان غيبان ليكم كيفاش داك الخير راه يتخيط حلو يعطيك ربعات حاول ديرها كنزيف غيعطيك الصايب اش هادشي غيعطيكم بحال هكذا ياك هذا غيجينا غيجينا غيدار ليه كشكاشه هكا وهذا الاخر غيجينا دار ليه كشكاشه صافي مزيان خذ الظهر انا نزيد الظهر
وهذا غادي دالي ديري ديري معليش ما يستاهلش يستاهل علاش لا ما يستاهل يلا شوفوا البنات شوفوا الفكره اللي بنوصل لكم سولاتني قالت لي جوج ونص باش تقدني انا اللي مهم عندي هاد الشبيله شات لك هنا شتي لا جالي كامل من هنا لهنا هنا راه غتدي باني حيت علاش كيشيط لك هنا كيشيط لك شويه ديال الثوب هنايا وكيشيط لك شويه هنا يعني راه مخرجه شوفي انت شنو غادي ثم كيف احسن ديال سميت شوف ها صافي كندير بليه هنا كنلصق توبي من هاد البلاصه ومن هاد البلاصه حتى هنا كيتخيط كندور هكا وكندور هكا هادشي راه خاصكم التقنيه ديالو في الخياطه بطبيعه الحال المهم ما يجيكش تجيفو هنايا اول حاجه كنديرها كنقاد هادو هما الاولين كنرد هاد الطروفه نضيفهم كنقاد الامام وكنقاد الظهر صافي اييه ها شتي هنا عطوه بلياتو وهنا عطوه بلياتو والبليات ديال هذا كيجوني في هاد الوسط كيجي زوين نفس داكشي اللي كاين هنا راه كيكون طاب الظهر صافي عافاكم شوفوا في اللي لقاتو في داك البانديليت وداكشي سمحوا لي ولكن ما يكون فيه حتى شي سميه باش نحطو لكم باش تشوفوا نحطو في الواجهه حيت دابا كاينين شي موديلات هنايا اييه ها هو اييه هو هذا غير شوفي الا قلبتو ليا شي صغيره تكون زوينه واحد احسن من هذا كاينين دابا شي موديلات اللي انا كيطيحوا ليا في بالي ولكن تصورهم ما عنديش داكشي علاش كان ها هو دورو بينا راه كاين في هذاك الفيديو الفيديو ويني واعر واعر زوين هذا كريب بنات هذا الموديل كيبدا في توب الكريب كيجي واعر صافي البنات توب الكريب كريب توب كريب لا توب الكريب ولا ريحانه ولا المهم شويه بدل فلوكين يلا صافي ندوزو للدرس حاولوا تسقوا ليا ياك واللي دار تجي عندي ليه يلا السلام عليكم